بشأن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل. بداية مرحبا بك دكتور. ماراثون العملية الانتخابية شغل في الأيام الماضية تحالفات وانشقاقات، يعني برأيك ما زالت العملية السياسية ممكنة في ظل هذه المناكفات؟ طبعا هناك تحديات كبيرة تواجه العملية السياسية في العراق، وصلت أعتقد بعد 14 عام إلى ذروتها على صعيد الأزمة الداخلية، الإحباطات الكبيرة، الاختلالات الكبيرة البنيوية الوظيفية السياسية الاقتصادية الأمنية. البلد من 14 عام يعيش حالة الحرب واستنزاف الموارد. يعني اليوم كنا نطلع على تقرير جدا مهم، العراق في هذه الأيام يصدر بترول ليحصل خلال 10 أيام أو كل 10 أيام على ملياري دولار، لكن مع الأسف هناك الفقر، هناك التضخم، هناك البطالة، هناك انتشار الأمراض والأوبئة، هناك سوء التغذية، هناك الجوع، هناك الدمار الشامل لمدن تشمل ثلث العراق، هناك الأزمة العميقة اللي ما زالت جاثمة على صعيد العلاقات بين بغداد وأربيل. إذا العملية السياسية اليوم تواجه ذروة أزمتها الحقيقية الداخلية، كما على صعيد العلاقات الإقليمية والعلاقات الخارجية. اليوم مسألة الانتخابات وتأجيل الانتخابات والنقاشات في مجلس النواب والأفكار اللي مطروحة لست أشهر، وهناك من يعارض. يعني رئيس البرلمان سليم الجبوري في هذه النقطة يعني صرح أن من صلاحيات البرلمان رفض وتغيير موعد الانتخابات، يعني برأيك هذا التصريح ما دلالاته؟ نعم، هذا التصريح يشير بوضوح إلى وجود وجهات نظر متباينة، هناك اختلافات عميقة بين أطراف العملية السياسية، بين الرئاسات الثلاث، رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء، وأيضا القيادات الحزبية. هناك من يذهب باتجاه التعجيل وإجراء الانتخابات في وقتها المحدد بهدف من وجهة نظر شخصية فرض الأمر الواقع على الشعب العراقي وإعادة إنتاج العملية السياسية والقيادات اللي كانت موجودة من 2003 لليوم، واللي أدت بهذا البلد أو أوصلت هذا البلد العراقي إلى هذه الكارثة الحقيقية مثل ما أشرت، الأمنية والسياسية والاقتصادية. وهناك من يذهب باتجاه التأجيل من أجل إعادة ترتيب البيت العراقي، تحقيق قدر من إعادة الإعمار في المدن المدمرة. أيضا هناك يعني تأكيد من النائب بدر الفحل أن تحالف القوى سيعمل على تأجيل الانتخابات. أيضا في المقابل نائب رئيس الجمهورية نور المالكي صرح أنه سيقف أمام تأجيل الانتخابات. إلى أي مدى ترى دكتور تأثير العبادي السياسي في هذه المرحلة للقيام بذلك؟ السيد العبادي لحد اليوم هو مع إبقاء الانتخابات أو إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. احنا ايضا لا نستطيع ان نهمل دور ايران في التاثير على هذا الموضوع، ولا نهمل دور واشنطن الولايات المتحده الامريكيه في موضوع توقيتات الانتخابات وما بعد الانتخابات. ايضا هذا الموضوع ما زال ملتبس حتى يومنا هذا. نعم، صدرت اشاره من واشنطن ان واشنطن مع اجراء الانتخابات في وقتها المحدد، وكذلك ايران، لكن الوضع الداخلي لا يسمح من وجهه نظري الشخصيه باجراءها بسلاسه او باجراءات توفر فرص حقيقيه للناخب العراقي. اليوم الناخب العراقي يعيش أكثر من أزمة حقيقية، يعني عندنا 5,200,000 في مختلف مناطق بغداد في المعسكرات. طيب دكتور بعد تحليل البعض للانشقاقات التي أصابت تحالف النصر، يعني هناك من قال إنه تخلي إيران عن العبادي، إلى أي مدى ترى ذلك صحيحا؟ إيران أكيد لديها من وجهة أيضا نظر شخصية، متابعتي
طبيعة العلاقات بين القوى السياسية وإيران. إيران لديها تحفظات على انفتاح العبادي على السعودية مثلا وعلى دول الخليج العربي، لديها تحفظات على علاقة التوازن اللي أراد السيد العبادي أن يخلفها بين العراق وبين دول الجوار. العبادي يبدو أنه باتجاه سياسة غير منحازة لهذا الطرف أو ذاك، أو أكثر استقلالاً من سابقه المالكي اللي ينحاز بصورة كاملة مع إيران. لهالسبب أعتقد ممكن تكون إيران غير محبذة أو غير مفضلة للسيد العبادي بحكم طبيعة سياسته الخاصة، لكن في النهاية هناك توافقات، يعني هناك قيادة حزب الدعوة، هناك المرجعية الدينية في النجف، وهناك مشكلة حقيقية في جميع الأحزاب اللي موجودة اليوم المذهبية بالعراق، باعتبارها كل حزب أو كل شخصية في هذا الحزب تتبع إلى مقلد، وبالتالي هناك الأدمى تختلف التوجهات من قبل المراجع اللي موجودين سواء في النجف أو في قوم. نجد أن السياسات والاتجاهات والقرارات تتقاطع. هذه مشكلة كبيرة، نحن لسنا أمام مرجعية واحدة لكل هذه الأحزاب توجه سياساتها، نحن أمام عدة مرجعيات، وهذه المرجعيات متباينة مختلفة ومتناقضة في بعض الأحيان، وهذا ما ينعكس اليوم في التناقض الكبير في طبيعة السياسات والتصريحات والبيانات اللي تصدر من التنظيمات السياسية أو المجموعات السياسية بالعملية في بغداد. نعم، من عمان مستشار المركز العراقي لدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل، شكرا جزيلا لك.